again. النهارده ازاي هنعمل باك سكول كات، وازاي هنعمل حاجه اسمها الهول ويزر، ازاي اقدر اعمل اي هول بجميع اشكالها بجميع مقاساتها، ازاي هعمل انسيرت للفيلت على 3 دي موديلنج مش على 2 دي زي ما اتعلمنا المره اللي فاتت، لا المره دي هناخدها على 3 دي. هستخدم الايديتنج تول لو عايز اديت حاجه عن طريق استخدام الرول باك بار، وهبتدي ارسم بيسك دروينج وممكن اغير ازاي في الدايمنشن. ده خلاص احنا يعني اتكلمنا فيه المره اللي فاتت ان احنا ازاي نتشوز البيست بروفايل، ودي امثله عندك على البيست بروفايل ازاي بتتشوزه وازاي اختياره بيوفر عليك كتير في الرسم. اخترت انا بالنسبه للشكل الماوس باين يا جماعه؟ باين هذا تمام. بالنسبه للموديل اللي انا واقف عليه، لو انا مجرد ما اخترت البروفايل ده كده انا خلصت ثلاث ارباع الموديل، كده فاضل لي الريب ديت واللي هو الفلس الموديل بتاعي. لو اخترت البروفايل ده كده عشان وانا برسم وعملت له اكسترود تمام كده، هيبقى فاضل لي الكات بلين دوت وخلص الموديل بتاعي، وهعمل الاثنين هو نفس القصه هنا تمام. ده اختيارات الايه؟ البيست بروفايل والبيست بلين، ازاي احط الموديل بتاعي في البلين مظبوط، يعني انهي بلين، يعني البروفايل ده هيبقى على التوب بلين، وبناء عليه الشكل بتاعي لما اجي احطه في تي دروينج يطلع بالايه؟ بالشكل. طيب دلوقتي بقى سريعا كده، ادي موديل قدامنا واول تيست على طول ليكم معانا، نقول 10 دقائق مثلا، من 5 ل 10 دقائق بسرعه، وهنحاول نرسم الموديل ده كده نشوف هنقدر نطلع نتائج ولا لا. اللي هيقدر يخلص على طول يقول لي معاك 5 دقائق من دلوقتي، ادي الموديل وادي الدايمنشن بتاعه. طيب خليك معايا بقى وانا هبدا كده يا جماعه، خلاص بقى الناس تركز حتى الناس اللي ما حضرتش. هدي سيرفي سريع قوي كده، بنرسم ازاي مع يعني عشان حتى تبقى الناس مجمعه معايا، بس الناس اللي ما حضرتش، والناس اللي ما حضرتش المفروض تكون اتفرجت حتى على الفيديو اللي فات، جمعت شويه ايه اللي حصل فيها يعني. ادي عندنا انا كده فتحت السوليد، عملت نيو بارت، فتحت السوليد سريعا كده برضه عشان الناس اللي ما حضرتش. ده من البانل بتاعت سكتش، دي كل ادوات الرسم بتاعتي، كل ادوات الرسم الموجوده عندي اهي. خلاص ده لو عايز ابدا سكتش بدوس عليها، هيقول لي انت عايز تسكتش على انهي بلان، ادي الثلاثه بلان بتوعي تمام كده. ده لما بحتاج اعمل دايمنشن، اعمل دايمنشن للرسمه بتاعتي لللاين ده، الدايمنشن بتاعه كام زي ما هو واضح كده. ده هعمل ازاي اشتغل يعني ارسم لاين ريكتانجولر سلوت سيركل تمام كده، ارك بوليجن سبلاين واليبس، والفيلت ده لما يبقى فيها رسمه هيظهر لك. خلاص كده انا هبتدي ارسم الايه؟ الرسمه اللي احنا لسه شايفينها. عندي اول حاجه هبتدي بيها ايه؟ هختار البيست بلان، هرسم على انهي بلان على طول، اترجم ان انا بالشكل اللي انا شايفه دوت بالاوضاع السايد والفرونت والفرونت والبلان ديت اللي هو التوب بلان، يبقى انا هرسم على التوب بلان. طب هرسم على التوب بلان، هبدأ ترسمتي على التوب بلان هيبقى من انهي بروفايل؟ من البروفايل ده. طيب يبقى سريعا كده هقوم جاي بسرعه مختار التوب بلان وهقول له سكتش على التوب بلان، واقوم جاي راسم ريكتانجل. في حاجه اسمها الماوس جيتشر اللي انا بستخدمها، ماوس جيتشر خلاص، بدوس كليك يمين على الماوس واسحب سحبه بسيطه كده هتظهر لي الدايره اللي انتم شايفينها دي تمام. انا مقسمها على 8، انت ممكن تقسمها زي ما انت عايز. طب بجيبها منين؟ هقول لك، هنيجي هنا عند الاوبشن، عند اوبشن فوق اهي كاستمايز معايا كده يا جماعه، فين شايفينها؟ اي ماوس جيتشر، اي فتح لي البانر دي كده وانا بعمل سكتش، دي كده وانا بعمل سكتش.
انا اعملها على 8. حضرتك ممكن تعملها زي ما انت عايز، عايز تعملها على 2 براحتك، عايز تعملها على خليهم هورزونتال برضه براحتك، عايز تخليها 4 3 8 12 زي ما حضرتك هتحب وزي ما حضرتك هتعود ايدك وتدوس اوكي. عايز تغير حاجه بتقدر تغيرها، عايز تعدل حاجه بتقدر تعدلها. تمام كده نكمل. هعمل انا ريكتانجلر بسرعه كده من النص، تمام كام؟ 40%. تمام. ايه تاني؟ كام الاكسترود اللي انا هعمله؟ هاجي هنا بص الاكسترود بتاعي كام؟ 10. يبقى اعمل اكسترود كام؟ 10. يا اما بقفل السكتش، يا اما بقفل السكتش واطلع على الفيتشر، يا اما وانا فاتح السكتش اروح على الفيتشر اقول له. طبعا انا على طول بقى خلاص انا عيني على طول لازم الرسمه بتاعتي تبقى زي ما قلنا المره اللي فاتت، لازم اي رسمه اعملها لازم تبقى فول ديفاين. يعني ايه فول ديفاين؟ يعني كل الخطوط بتاعتي سوداء، كل الخطوط بتاعتي سوداء عشان اتاكد ان رسمتي مظبوطه. هفتح كده كام قلنا الاكسترود 10، يبقى عملت اكسترود 10. اوكي ادي اول حاجه. طيب هعمل ايه تاني؟ انا ببدا دايما بسيكونس معين في الدروينج. ايه السيكونس؟ انا اول حاجه بعملها اهو في التري بتاعتي، كل ما هو بيأد ماتيريال بعمله الاول ورا بعض، كل ما هو بيأد ماتيريال بعمله ورا بعض، بعد كده اخش على كل ما هو بيكات ماتيريال، كل ما هو بيكات ماتيريال. يبقى انا عندي حاجه ثانيه هتأد ماتيريال؟ ايه؟ الجزء ده. طب الجزء ده هبتديه ازاي؟ هبتديه من هنا، بدايته من هنا اهو، عشان الدايمنشن بتاعتي 35 ده اللي هو السنتر بتاعه، وفي ار فوق ار دايره يعني الار بتاعها 20. طيب هعمل كده ازاي؟ اقوم جاي حضرتك عامل برضو انا هعملها كده، يعني هعمل الفيس ده واقول له انا عايز ارسم على الفيس ده، يبقى هو ده البلان اللي انا برسم عليه هنا على الفيس ده، وهعمل ريكتانجل انا هعمله كده، وبعدين هعرفه ان الميد بوينت بتاعتي اللي هي دي، وهكنترول دايس على كنترول واختار الاوريجن، وهشيل ايدي من عن كنترول، هيقول لي انت عايز تعملهم ايه؟ هقول له الاثنين دول كوانسيدنت، ان الاثنين دول على بعض. يبقى انا حددت ان الريكتانجلر بتاعي ده كده بادئ من السنتر. اوكي طيب الار بتاعي كام؟ الار بتاعي 20. ار 20 يعني التوتال لينث كام؟ 40. تمام. ده ار، ها 20، يبقى التوتال لينث كام؟ القطر كله 40 اللي هو اللي انا رسمه. طيب ايه تاني؟ ارتفاعك كام؟ ارتفاعك 35. ارتفاعك هنا 35. طيب كده انت خلصت 40 35، وبعدين تبتدي ترسم الايه؟ الدايره بتاعتك، هتبتديها من السنتر وتلفها كده. طب وبعدين هتعمل ايه في اللي تحت؟ حضرتك هتقوم جاي مختار الترين تول اهي او اهي، تاني نختارها من هنا من سكتش تريم. اول اختيار بتاع التريم اللي هو الباور تريم هيبقى معايا زي سكينه، او شايفين الخط الخفيف ده؟ ده السكينه بتاعتي، اي حاجه هيعدي عليها يقطعها، فهو مقطع هنا وقطع هنا، ممكن ده امسحها واقطعها، هي يعني. خلاص كده يبقى انا كده عرفت الدرون بتاعي. طيب دلوقتي لما اجي انا اعمل اكسترود، انا عندي خط هنا هو موجود بس يعني ايه اسيمبلي الكونتور بتاعي، فانا هحوله لايه؟ هحوله سنتر لاين. هحوله سنتر لاين ازاي؟ هعمل له كونستراكشن جيومتري. كونستراكشن جيومتري يا اما بختارها من هنا يا اما بختارها من التري اللي جنبي اهيت اهو، فور كونستراكشن اهو، اقول له اوكي. خلاص كده ما بقاش قدامه غير ان ده الكلوزد كونتور اللي هو يقدر يشتغل عليه، فمجرد ما هقول له اكسترود هيختار لي الكلوزد كونتور ده اهو واحد. هل ده الاتجاه بتاعي اللي انا هعمل عليه اكسترود؟ ابص كده، لا ده هو مش طالع، ده هو الناحيه الثانيه. طيب كام الناحيه الثانيه؟ فين فين فين؟ اهو 10. ما بقولكش في الناحيه الثانيه 10،
فهقلب واعمل له اكسكلود الناحيه الثانيه بقيمه 10. كده انا ايه؟ كده انا خلصت كل ما هو بيأد ماتيريال. طب ايه اللي ناقص؟ الكات ماتيريال. طب هكات ازاي؟ هنعمل ده الايه السلوت اللي تحت ده. طيب السلوت اللي تحت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ريكتانجلر ارتفاعه من هنا 3 مللي وعرضه 40. طيب تعالى كده نفس الكلام، اختار كده وهقول له سكتش وهعمل ريكتانجلر، هعمله كده وهسلكت برضو السنتر بوينت، هعملهم كونسنت مع بعض وهقول له ان طول ده كام؟ ده 3 مللي. طيب والعرض بتاعي كام؟ 40. كده انا عملت ريكتانجلر اللي هقطع بيه. دلوقتي انا داخل على كل ما هو بي ريموف ماتيريال. طيب اقطع يا عم. هقطع ازاي؟ فيتشر اكسترود ايه؟ كات. خدوا بالكم ان انا كل ده بشتغل وانا فاتح السكتش، كل ده بشتغل وانا فاتح السكتش. هل انا عايز اقطع كده؟ طب نرجع تاني، انا اقطع كده ولا هو مفتوح للاخر؟ مفتوح للاخر، ده اقطع كده مكمل لحد الاخر، تمام؟ لان لو مش مكمل لحد الاخر هنلاقي في خط هنا كده قافل تاني يعني. لما طالما هي مفتوحه كده يبقى دي مفتوحه للاخر. طيب مفتوحه للاخر دي يعني ايه؟ يعني ثرو اول. اختار بقى اوبشن اهو من الاكسترود كات اسمه ثرو اول، ادي اول اوبشن. يعني ايه ثرو اول؟ يعني لحد ما البارت بتاعي يخلص، تقطع لحد ما تلاقيش متل. طب هل كده انا خلصت؟ اه انا كده بالنسبه للقطع خلصت. طيب بعد ما خلصت الما كل ما هو بيقاد وكل ما هو بي ريموف هبتدي اخش على ايه؟ الهول ويزر. الهول ويزر ولا خلي الهول ويزر في الاخر، خلي الترتيب بتاعنا. احنا هنخش على الفيلت الاول، ثواني ماشي، هنخش على الفيلت اوكي على 3D. طيب هعمل ادي الموديل بتاعي، اختار فيلت اهو من 3D. فين يا عم؟ هو بيسالني ايتمز تو فيلت، ايتمز تو فيلت. ايه هي الايتمز اللي انت عايز تعمل لها فيلت؟ انا عايز اعمل لل ايدج دي والايدج دي، اعمل فول ريفيو عشان الناس تشوف على طول معايا، والايدج دي والايدج دي. طب كام فيلت؟ كام؟ ب 10. لا هو كام عندي هنا؟ الار 8 مش 10، الار 8. يبقى هنا هرجع اعدلها اخليها 8 كده، عدل لي الاربعه مع بعض. طب هل في فيلت تاني؟ بس ده شكله واضح ان هو ار 8 مش 8، فمش هينفع اعملهم في نفس الفيلت. هدوس اوكي لده وبعدين ابتدي اعمل حاجه في الفيلت التاني. طيب الفيلت التاني ازاي؟ اهو تمام، اختار الايدج اللي انا عايز اعمل لها فيلت. في حاجه بقى اسمها ايه؟ ها تانجنت بروباجيشن. تانجنت بروباجيشن يعني مجرد ما هسلكت الايدج دي، ايه اللي عمله؟ سلكت كل الايدج التانجنت ليه. طب هي 8؟ لا هي 3. طب هو ده بس اللي انا عايز اعمل له فيلت؟ لا انا هحتاج اعمل لده كمان فيلت، فهيعمل لي نفس القصه تانجنت بروباجيشن، ومحتاج اعمل للايدج الثانيه دي كمان فيلت. هو ده نفس الشكل ايه ده، تمام تمام اوكي. ادي فيلت الثانيه. في فيلت بقى انسناب اللي هو انهي؟ اللي هو ده، اللي هو ده. ده يا اما اعمل له فيلت لوحده جديد، يا اما ادخله مع اللي انا عامله. طب ادخله ازاي مع اللي انا عامله؟ هو اللي انا عامله ده انهي فيلت؟ عايز اعرف انهي فيلت، مش فاكر. فهسلكت كده هتلاقي علم عندي فين؟ في الديزاين تري بتاعتي. خلاص كده هو انهي فيلت اهو، هو علم لي على ده. فهقوم فاتح ده كده وقايل له ايه؟ ها نقرا كده ايديت فيتشر، انا عايز اعمل ايديت للفيتشر دي. فهقول له هدوس اضغط اختار ان انا عايز اعمل ايديت، فتح لي تاني الفيلت بتاعي. هعمل ايه؟ ادي الاربعه ايدج اللي انا كنت مسلكتهم،
رافع الموديل بتاعي كده، هدوس على البكره والف الموديل بتاعي واقرب وازوم واختار الايدج اهي، وارجع تاني الف كده واختار الايدج بتاعي كده. انا زودت الاثنين ايدج بتوع اللي انا كنت نسيتهم على الايه الفيلم، لان هو نفس الايه نفس الار، واهو اداني الشكل بتاعي. طيب كده انا خلصت كل ايه الفيلم، ناقص لي حاجتين الاثنين هول، هاجي اعمل الهول ويزر بتاعي، هول وزر اللي هي جنب الاكسبلود كارد، هول وزر هيفتح لي الايه التري اللي احنا شايفينها. طيب الهول ويزر اول حاجه هو بيديني تعليمات الهول ويزر ايه، قال لي دي الفتحه دي اسمها كاونتر هول، كاونتر هول خلاص كده. هاجي هنا ادي التايب بتاعت الهول كلها، هقف هنا كده هيطلع لي ايه كاونتر هول، هنا ايه كاونتر سينك ماشي كده، هول وبقيه الايه الانواع ده ثريد ماشي كده. فانا هقف هنا على الكاونتر ايه هول، يبقى انا واقف عليها اوريدي مسلكتها. طب ايه تاني؟ التايب بتاع كاونتر هول، الستاندر بتاع انسيمتريك، انسيمتريك هو انا انسيمتريك اه. طب هو في تاني؟ في انسي انش، في اي اس، في الدن، في الايزو، في الجي اي اس، كل الايه كل الاستاندرات اللي ممكن تتعرض لها في حياتك. احنا في الانسيمتريك. طيب كام يا باشا الانسيمتريك؟ التايب بتاعك هيكسا بولت، هو في انواع تانية؟ اه في انواع تانية، في هيكسا بولت وفي كاب سكرو وفي سكرو وفي 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 انت عايز ايه؟ طب احنا هناخد اول حاجة ايه؟ الهيكسا بولت. طب ايه تاني؟ ام كام؟ ام 8. الهيكسا بولت بتاعي السايز بتاعه ام 8، ام 8. طيب في حاجة تانية؟ اه الاند كونديشن بتاعي ماله؟ ثرو اول، ثرو اول فين الاند كونديشن؟ ايوه الاند كونديشن بتاعتي مالها؟ ثرو اول. اوكي الفيت ده الفيت بتاع الهول، يا اما نورمال يا اما كلوز يا اما لوز، زي ما انا عايز المسمار اللي هيركب عندي هيبقى وضعه ايه، يا اما فيت داخل شحط يعني زي ما بيقول، يا اما كلوز. كلوز دي اللي هي يعني بس يعني ضيق يعني، نورمال يخش سموس عادي، لوز يبقى ايه حر يعني او في كليرنس شويه. خلاص كده خلاص. طب ايه اللي ناقصني؟ انا ناقصني احدد هحط الهول دي فين، فاختار بوزيشن. هنقرا كده سيلكت فيس فور ذا هول او ذا سوت بوزيشن، يعني انت هتحط الهول دي في انهي فيس. خلاص كده هتقوم حضرتك مختار الفيس، هنسلكت بس كليك بالماوس كده. طب كده انا خلصت؟ لا هو قال لي اهو فين انت لحد دلوقتي، انا عايز بوينت، انا عايز بوينت، هتعلم الهول بتاعك بسنتر بوينت. طب فين السنتر بوينت بتاعتي هنا؟ هاجي هنا هقف على الارك، هيطلع لي ايه بقى؟ ها اداني هنا ايه؟ ادي السنتر بوينت بتاعت الارك ده، هو ده مكان الهول اللي انا عايز احطه فيه، وادوس اوكي. بص كده اتعملت لي على طول الهول اللي انا عايزها بالمواصفات اللي هو مديني ان انا اعمل بيها الايه الهول بتاعي. طيب نعمل كمان الهول الصغيرين، اتنين هول صغيرين، ايه مواصفاتهم؟ طيب هول ستاندرد اند سيمتريك، دريل سايز والفاي 7 والكونديشن ثرو. تاني بقى نعمل هول ويزر ثانيه، بس هنغير هيبقى ايه هول طيب بتاعها ماله؟ داون هول؟ لا دريل سايز انسيمتريك تمام. فاي كام؟ فاي 7. اوكي الاند كونديشن ثرو. طيب تمام هعمل ايه؟ عايز البوزيشن، اختار البوزيشن بتاعي هو السيرفس ده فين، هبتدي اسلكت الار كده واختار السنتر بتاعي، سيلكت ده واختار السنتر بتاعي واقول له اوكي، هيعمل لي الاثنين هول زي ما احنا شايفين. دي مش شبه مش زي الرسمه بالظبط يعني، بس انا ممكن اعمل موديفاي اهو، انا كده حاطتهم في السنتر. طب عايز اموديفاي بقى مكان الهول ده بعد ما انا عملته، ادي الموديفاي اللي موجود معانا في الليسون اهو. هفتح السكتش اللي موجود في الهول ويزر، هلاقي عندي اثنين سكتش، سكتش ليه علاقه بالبوينت نفسها اللي هي السنتر بوينت،
والسكتش التاني ليه علاقة بالإيه؟ بالحفر بتاع الهول نفسه أهو، أكنك عملت ريكتانجلر كده وعملت ريفولف كات، لفيته قاطع خلق لك الهول، هو الهول ويزرد بيشتغل كده يعني. طيب أنا ما يهمنيش السكتش التاني، أنا يهمني السكتش ده، فهخش أعمل إيديت في السكتش بتاع الهول ويزرد اللي هو خلقه لي أوتوماتيك. هو مديني الاثنين دول مالهم كوينسيدنت؟ لا، مع السنتر اللي انا معلمني عليه. طب انا عايز اعدل مكانهم، هقوم اول حاجه امسحها، امسح الكوينسيدنت عشان ابقى حر. هو هي فولي ديفاين، فحركها ازاي يعني؟ فهعلم على البوينت واعلم على اللاين ده واقول له انا عايز المسافه دي 12. الاقي اللي هو راحت مني 12، وعايز المسافه الثانيه دي كده 12. الاقي خد ال 12 بقى مكان الهول هنا، لا انا عايزها حسب بقى الدايمنشن الموجود عندي. خلاص كده هخلي الهول في النص، ممكن اخلي واحده في النص وواحده على الجنب زي ما انتوا ايه عايزين يعني، او زي ما الديزاينر هيبقى مطلوب منه. طيب خليها كده عشان تعرفوا الفرق. خلاص ادي الهول اللي انا حركتها، طيب مكانها، وادي الهول اللي انا اخترتها عند الايه كده. انا اعتبر خلصت يا سنة. طبعا هي خدت اكتر من 5 دقايق بس عشان انا بشرح، عشان انا بشرح، انما هي في الطبيعي ما تاخدش اكتر ايه، ما تاخدش الوقت ده كله يعني. اي اسئله؟ اي اسئله يا جماعه؟ طب اي حد حاسس ان انا شرحت لو بسرعه؟ لو سمحت يا دكتور، الترم بس بعد اذن حضرتك، مش عايز يشتغل عندي، ممكن حضرتك ليه؟ بس الترم 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 مش عايز تشتغل عندك؟ ممكن طيب حضرتك انت تقول لي سيلكت، بتتعمل ازاي؟ طيب انا هخرج من البارت ده خالص، هعمل نيو بارت. معايا فونس؟ معاك يا هندسة. تمام، انا بس ممكن اتعرف على اسم حضرتك؟ عبد الله الغامري. ماشي يا باشمهندس عبد الله، انا كده فتحت نيو بارت وهرسم على التوب لين وهعمل اي لاينز يعني، بحيث ان ايه نتست موضوع الترم. اوكي كده هختار ترم اهو من هنا، اهو اختار ترم من هنا، واضح ترم فين؟ تمام. اهو من السكتش ترم، هسلكت اختار اول اوبشن في الترم اللي هو ترم باور. تمام معايا يا باشمهندس؟ ترم باور مع حضرتك يا هندسه. حضرتك الباور ترم ده خلاص كده. تمام. انا هجرب بره كده، هلاقي في خط خفيف كده وانا بدوس، انا بدوس على كليك شمال وما بشيلش ايدي، انا بدوس على كليك شمال وافضل ماسك الكليك ما بشيلش ايدي. ثواني معلش. ادوس على الباور تريم. تمام باور تريم. تمام. وبعدين تمام وبعدين كليك شمال بعيد عن الرسمة خالص، وهلاقي في خط خفيف كده. يعني انا اكليك على باور تريم وافضل دايس؟ لا، انت دوس باور تريم واطلع وخش على السكتش عادي بقى. تمام. وانت بقى في المنطقة بتاعت السكتش هتدوس على كليك شمال وتفضل ساحب الماوس، ما تشيلش ايدك من كليك شمال يعني هيطلع لك خط خفيف كده. هو طلع لي دايرة فيها باور تريم، طلع لي دايرة فيها 4 أشكال كده، دايرة سيركل أو حاجة، مش عارف.
أربع أشكال. أنت في دايرة تريم ولا صغيرة فين؟ كده، في تريم، باور تريم. إيه ده؟ حلو، انا اخترت أنت تريك سوليد 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 كام؟ سوليد كام؟ 19. طيب تمام. باور تريم، آه انا فاكر، انا عارف الاوتوكاد تريم بدخل على طول اقطع. هنا بقى ايه الفرق؟ ما هو انت هي باور تريم، انت بتسلكت اللاي يعني بتدوس كليك شمال وبتمشي بالخط. طب انت شايف الشير سكرين كده؟ شايفها. طب شايف الخط الصغير ده اللي انا برسمه ده؟ خط صغير. تمام. تمام كده شايفه ده؟ شايفه. ده مجرد ما اخش بيه على الرسمه هيقطعها. اهو بص انا هكبر الصوره اهو بقى، اهو بص هقطع اللاين ده، خدت بالك؟ اهو قطع اللاين ده من هنا لهنا، هقطع اللاين ده اهو، ايوه هكليك مظبوط. بالشمال واعدي كده عليه، مجرد ما اعدي على اللاين هيقطع اهو، تمام، هقطع اللاين اشتغلت ده عندي. اهو مظبوط اهو. مظبوط. تمام، اشتغلت عندي. شكرا. تمام كده؟ تمام كده، ماشي. شكرا. ماشي يا مصر. اي اسئله يا جماعه؟ السلام عليكم يا باشمهندس سلام دكتور، ورحمة الله وبركاته. لو سمحت اتفضل. لو الهول نقدر نعمله بالاكسترود ولا لازم نعمله بالهول؟ يعني انا اكسترود كان كات عندي قصدك الفكره، يعني؟ انا الهول نفسه كنت انا فكرت ان انا اعمله بالاكسترود. كات. الهول ايوه اكسترود كات. ايوه بالظبط. اوكي ماشي، دي بس هو السوليد بيطور نفسه علشان يوفر عليك وقت وكليكات. كل ما بيابجريد كل ما بيوفر عليك انت وقت وكليك، فاحنا لازم نستخدم اللي هو بيعمله. هو عامله لنا عشان يوفر عليه، هو عامل لك الكاونتر هول جاهزه. انت عشان تعمل الكاونتر هول اللي انت شفتها دي معايا يا باشمهندس، انا معاك، انا بس بـ 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 بشوف هو ينفع بالفكرة التانية يعني. ينفع بس لكن طبعا هو الاوبشن اللي عاملها مسهلة علينا كتير طبعا. بالظبط كده، هو ينفع طبعا ومتاح يعني، انما هو بيحاول يسهل عليك. هو الوزر دي ما كانتش موجوده من زمان يعني، هو لما عمل ابديت ابتدى يعمل هو الوزر بكل اشكالها بكل اللي فيها يعني. تمام ماشي، شكرا يا دكتور. تمام، في منها اشكال اصلا مش هتعرف يعني، عشان تعملها باللي انت بتقول عليه دوت هتاخد فيها مثلا. التريد صعب اصلا، انا بتكلم على ايوه الكلير هول يعني. كلير هول بس هو عاملها الاوبشن بتاعه كويس جدا يعني، بصراحة يعني سهلة، بس هي هو كفكرة يعني. جايب كل كفكرة تنفع طبعا. تمام، أي أسئلة يا جماعة؟ طيب نكمل. انا حاسس ان في ناس يعني حتى محرجه ان هي تسال يا جماعه، ما حدش، لا حد شايفك ولا حد يعني مش كل الناس تعرف بعضيها، ففرصه يعني اللي نفسه حاجه يسالها، اللي في حاجه واقفه معاه يسالها، ما فيش خوف يعني. حتى لو في حاجه يعني بعيده شويه عن اللوجيك ما فيش مشكله. طيب ناخد بسرعه بقى شويه الاختصارات دي يعني. بيقول لك في حاجه اسمها الرول باك عن طريق الايه، الماوس، عن طريق قصدي عن طريق الارو كي. ايه الرول باك دي اصلا؟ تعال نرجع كده ونشوف ايه الرول باك يعني. دي خلاص خلصناها، مش عايزينها. ريستارت ده كله ده مش عايزين ده خالص، ده نسيب. فاكرين الرسم ده؟ طيب انا قلت لكم ان الفيتشر تري اللي جنبنا دي بيبقى فيها كل اللي احنا بنعمله. احنا عملنا اول حاجه ايه؟ كوز سترود واحد اللي هو البيز بتاعه، بعد كده اتنين اللي هو المنطقه اللي هي العاليه دي الكتف ده، ثلاثه كاتك سترود، بعد كده الفيلد، بعد كده الرول. طب ايه الرول باك بار؟ طب شايفين الخط الصغير اللي تحت اول ما جيت ناحيه الماوس عامل ازاي؟ بصوا كده شايفين الماوس بيعمل ازاي؟
طب ايه ده بقى؟ ده بقى لو انا عايز اتريس الرسمه بتاعتي، او في حد مثلا، حد انا واخد رسمه من ديزاينر تاني وشغال سوليد وورك، فانا عايز اتريس الاستبات اللي هو مشيها، هو عمل ايه الاول وبعديه ايه وبعديه بالنظام كده وبالترتيب. بمسك الرول باك بار ده واقوم عامله كده كده كده، وادي عند اول فيتشر واقف. ايه اللي حصل؟ اكن انا برسم الاول. اول حاجه عملتها ايه؟ عملت الايه؟ الريكتانجلر ده، وبعدين عملت اكسترود. طيب انا عايز اعمل اي موديفيكيشن في ده، انا هفتح كده، هفتح كده واخش على السكتش واقول له ايديت، هيفتح لي السكتش اللي انا بدات بيه الرسمه بتاعتي اللي هو كان 40 و100 اهو. والله لا، ده انا عايزه 60 مش 40، هخليه 60 وهرجع تاني كده، هو هيحفظ اللي انا عمله. بقى الريكتانجلر بتاعي غيرته من 40 خليته 60. طيب اكمل؟ اه اكمل. دي بقى الفرق في ان انا ببني الديزاين بتاعي ازاي. لو انا بديت ممكن ابني الديزاين بتاعي بشكل يخلي الدايمنشن لما اغير يخلف معايا، انما كده انا ماشي مظبوط. هنزل على الاكسترود، ايه بوز الثانيه، هيبني لي نفس الايه الشكل ده. عايز اعدل فيه ممكن اعدل فيه، مش عايز اعدل فيه خلاص هيفضل زي ما هو. ولو ان برضه انا هعدل في كل حاجه عشان تبقى الدنيا واضحه معايا، انا هخلي ال 35 دي 50 وال 40 دي اخليها 60. لا 60 شكلها وحش قوي، خلاص خليها 50 مثلا وهرجع بقى شكلها عامل كده. انا كده بعدل في الايه في البارت بتاعي واخدها ستيب باي ستيب. طيب الاكسترود كات عايز ممكن اعدل فيه؟ لا مش عايز اعدل فيه، خليه زي ما هو مفيش مشكله، هو على نفس الايه السيرفيس ونفس البلين. طيب الفيلت، في حاجه انا غيرتها في الفيلت؟ لا هي نفس الايجاب اهو، خد نفس الايجاب عمل لها ايه فيلت، واللي تحت عمل لها تمام. تمام الفلت الثانية خد نفس الإيدجات برضو تمام. الهول عشان أنا رابطها بالسنتر، هياخد السنتر الجديد بتاع ده بتاع الأرك ده، وبرضو هيحط لي الإيه الهول في السنتر، والاتنين هول بقى هنا اللي إيه هتفرق شوية. هنبص نلاقي الشكل اتغير شويه، لان انا رابط واحده بدايمنشن وواحده بالايه بالسنتر. اللي بالسنتر هتطلع وراها، بصوا بقى اهي اللي بالسنتر وراها بتجري وراها ثابته اكنها ما اتغيرتش، هو العرض زاد بس هي في مكانها لان هي مرتبطه بالسنتر الهول دي. انما الثانيه انا دي رابطها بايه بالدايمنشن اللي هي 12 و12 تمام، فهي تحس ان هي طلعت لقدام شويه، طلعت قدام شويه لان هي هنا مربوطه بالدايمنشن ما بينها وما بين اللاين ده اهو، هنا 12 وهنا 12، فهو هيحافظ على ان ده يفضل 12 وده يفضل 12، ملوش دعوه بقى العرض ده بقى كده، واللي مربوطه بالسنتر ايه زي ما هي. دي بقى فايده اول حاجه ايه الفولي ديفاين. طول ما السكتش بتاعك فولي ديفاين، طول ما انت بتقدر تموديفاي وانت مطمن، هتخش تموديفاي حاجه هتشوف هي فولي ديفايند ليه عن طريق ريليشن، زي مثلا الكوينسيدنت بتاعت البوينت. لا اول حاجه هعملها هفك الريليشن، فهمسح الكوينسيدنت، بقت النقطه حره معايا احركها زي ما انا عايز، اقوم رابطها بدايمنشن. ده اللي انا عملته في الهول اللي ايه الحره اللي هي البعيد شويه دي، او اسيبها زي ما هي زي الهول الثانيه محافظه على الكوينسيدنت بتاعها. ماشي كده؟ اظن الحته دي قدرت احسن بقى. ففهمنا ايه لازمه الايه رول باك بار. ماشي كده كده يبني لي الرسمه بتاعتي ستيب باي ستيب. فانا اي رسمه بقى عايز اتابعها وعايز افهم تفاصيلها بستخدم رول باك بار. طب الاوبشن اللي عندي ده ايه؟ ان انا ممكن اعملها عن طريق الارو كي اللي هي بتاعت الايه الكيبورد. اجي افتح اوبشن سيستم اوبشن فيتشر مانجر ارو كي نافيجيشن، اهو اوبشن
سيستم اوبشن تمام فيتشر مانجر ارو كي نافيجيشن ماشي كده اوب هاجي اقف كده عند الديزاين تري واحرك الايه الارو كي بالايه انا مش بالماوس انا مش بتحرك بالماوس ها بتحرك بالكي بالارو كي اهو 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 سلكت ال اهو واضح معايا كده يا جماعه انا بعمل ايه عشان انا فعلت الاوبشن بس اعمل ايه لازم اسلكت رول باك بار وبعد كده اتحرك لو ما سلكتش رول باك يعني انا واقف هنا اهو في الدروينج انا واقف هنا في الدروينج اهو بدوس كليكات في الدروينج اهو حركت الارو كي هيحرك لي الايه الموديل بتاعي نفسه شمال ويمين خلاص كده اهو الموديل بتاعي نفسه اتحرك شمال ويمين وفوق وتحت زي ما انا عايز طب انا عايز احرك الرول باك بار هسلكته واطلع اوكي في حد بعد حاجه الباشمهندس ادهم اعيد لحد فين؟ باشمهندس ادهم بيقول لي عايز اعيد تاني اعيد من فين يا باشمهندس؟ الخطوه الاخيره بتاعت الرول باك باور طيب ماشي تاني اهوت طيب ماشي نراجع كده بسرعه انا جبتها من هنا يا جماعه اوبشن سيستم اوبشن فيتشر مانجر وبعدين ارو كي نافيجيشن خلاص كده انا عرفت انا بشغلها منين تمام بعد كده هسلكت الايه الرول باك بار لازم تبقى عامله علامه الدايره دوس كليك شمال عليه اسلكت لازم يظهر معايا هنا الشكل ده كده ان انا سلكت الايه الفيتشر تري خلاص ابتدي اتحرك بقى بالارو كي بالاسهم اطلع فوق وانزل بيها عادي بالاسهم فوق وتحت تمام كده واضح يا باشمهندس باشمهندس ادهم ماشي يا هندسه تمام طيب نكمل محاضرتنا ايه تاني عندنا في الكالر اوف ذا يوزر انترفيس كاستمايز ذا كالر اوف ذا سوليد وورك سكيماتيك كارير تاون كيس تول اوبشن سيستم اوبشن كالرز ماشي سيستم اوبشن كولرز انت لو عايز تغير لون الخلفيه لو عايز تغير لون الخلفيه الخلفيه اللي احنا بنرسم عليها حلو اللون ده كان سألت طيب امال ايه التانية دي بتاعت الانترفيس نفسه خلاص يمكن سلكت
طيب المهم يعني يا جماعة شوية اوبشنات كده ايه للناس الرايقة يعني اللي هتشتغل فوتوشوب بقى يعني. اوكي انا ما احتكيتش يعني شوية بحاجات. طيب السنتر مارك، السنتر مارك اللي احنا عملناه اللي احنا بتسلكت كده وانت هترسم هنا مثلا على الشكل ده، هسلكت الارك ده كده هيديني السنتر مارك ده، السنتر بتاع الارك اهو اللي ظهر ده الاصفر ده. تمام، وهيديني هنا ايه السنتر بوينت بتاعت لو انا هرسم مثلا على المختبر هرسم سيركل. ده السنتر بوينت والسنتر مارك بتاع السيركل، سلكت كده يبقى ابتدي ارسم لي السيركل الجديده دي من السنتر بتاع الارض مش كده، دي السنتر مارك. وفي حاجات تانية بقى ناخدها في اللي هي في الدرون كده. احنا خلصنا ليسن 3، ندخل على ليسن 4. احنا خدنا منه جزء اللي هو بتاع الموديفيكيشن، ازاي اقدر اعمل موديفيكيشن. في حته جديده اسمها الكوبي بيست يعني هنتعرف عليها يعني. هنديت الديفينيشن اند برانتر اوف فيتشر وريجنريت زي موديل تاني اللي هو عن طريق الروت باك بار زي ما انا عملت كده. هنعمل بقى هنستخدم اوبشن تاني في الاكسترود اللي هو اب تو نيكست، وان احنا نستخدم ان احنا نعمل اكسترود على ميد بلين خلاص كده. والاند ايه كونديشن بتاعك ايه عشان تكابتشر الديزاين ايه انتنت، واستخدم السيمتري في السكتش. مطلوب من حضراتكم بسرعه برضو كده نبدا نفكر حتى ممكن نستارت عادي هنرسم دي ازاي، هنرسم دي ازاي يعني. بس شويه معاكم يا جماعة دقيقتين كده بس حتى ايه الناس تفكر هتبتديها منين لو هترسم شكل زي اللي احنا شايفينه قدامنا الراتشت ده. دي عدة، دي عدة يعني. اللي هي شبه اللقمة يعني لو حد يعرف. ممكن نفتح المايك برضه حد يتكلم معايا كده اعرف الدنيا فيها ايه، حد يتناقش معايا يعني يقول لي ممكن نبدا من هنا نبدا من هنا كده. هنبتديها من عند السيركل، من عند السيركل وبعدين ترجع لورا على المربع اللي ورا وبعدين الجزء اللي قدام. طيب
في اي اقتراحات تانية؟ باشمهندس سامح بيقول لك احنا ممكن نبدأ من الايد، من اليد يعني، ده اقتراح قريب شوية يعني. طيب تعالوا نشتغلها يا جماعة. تمام، عليها جزء الاسطواني. تمام يا باشمهندس، بعد كده كمل بقية الجزء الامامي. طيب تعالوا بقى نبتديها كده ستيب باي ستيب. اول خطوة هنعملها فعلا هنبدأ باليد. تمام اهو، اللي هي الدايمنشن بتاعتها عبارة عن 100 في 20، 100 في 20، هنعمل ريكتانجلر 100 في 20. طب وبعدين؟ في حاجة اسمها الدايناميك ميرور هنتعلمها مع بعض دلوقتي. خلاص ده بقى خلصنا. هنقفل اهو، هنخليه تحت كده. أول حاجة هنسلكت زي ما احنا متعودين البيست بلين، البيست بلين، البيست بلين فين؟ التوب بلين، هنرسم على التوب بلين. طيب فتحنا التوب بلين. كده احنا جاهزين نرسم على التوب بلين. طيب انهي بروفايل؟ بيست بروفايل هو بالنسبه لليد هيبقى الريكتانجل اللي احنا عاملينه. بس معلش اسمحوا لي بقى نشتغلها بشكل مختلف شويه بحيث نوصل للهدف التعليمي منها يعني. اول حاجه هعملها هعمل سنتر لاين، سنتر لاين. اوكي، هعمل سنتر لاين كده. احنا عرفنا لما بشد لاين كده، لو عايز احول السنتر لاين بعمل له ايه؟ كونستراكشن جيومتري، او اختاره من الاول، كنترول زد اهو، اختاره من الاول سنتر لاين اهو، سنتر لاين هي نفس النتيجه، وسلكت هيديني سنتر لاين. خلاص هاجي من اخره واعمل ريكتانجلر كده. لازم اخلي السنتر بتاعي بعيد شويه وواضح عشان اقدر اسلكته يعني بعيد عن البوينت، فانا السنتر بتاعي لازم هيبقى هنا. فهسلكت السنتر، وبعدين كنترول، وهسلكت الاند بتاعت اللاين. يبقى انا كده سلكت اثنين بوينت. هيقول لي عايز تعمل فيهم ايه؟ عايز اخليهم كانسنت. يبقى انا كده سنتر على سنتر، سنتر اللاين على سنتر الايه؟ اللاين الايه؟ السنتر لاين. اوكي؟ طيب ده كام؟ ده 20. هعمل اختار سمارت ايمج، سمارت ايمج هي كده من الماوس جيتشر، يا اختارها من هنا من الايه؟ التكليل من البانل اللي فوق. هعمل دي كام؟ 20. اوكي؟ طيب طولهم كام؟ طولها 100. طولها 100. طبعا يا جماعه ما انساش وانا شغال يعني في الستارت بتاعي، انا عيني على اليونت، عيني على اليونت، اليونت انا شغال بالملي، عيني على اليونت، وعيني على الحاجه الثانيه على اندر ديفاين. خلاص؟ طيب واللاين ده كام؟ اللاين ده 220. خلاص كده، يبقى انا كده رسمتي فول ديفاين وجاهزه. 20 في 100 في السنتر لاين ده كله طوله 220 اللي هو طول الراتشت كلها. طيب ايه المطلوب؟ دي طريقه، دي طريقه. انا كان المفروض بقى نفعل حاجه ثانيه. هنعمل في السيرش كده نكتب دايناميك، دايناميك ميرور. تمام يا جماعه اهي دايناميك ميرور. طيب يعني هنخليها ثابته معانا عشان نستخدمها بعد كده. هعمل كده وهسلكت الدايناميك ميرور، هشدها كده. شايفين عملت ايه؟ وقفت عليها بالماوس شدتها، شايف الخط اللي بيظهر ده؟ هيحطها لي معايا هنا كده، بقت فيتشر معايا، بقت اوبشن معايا في السكتش اقدر استخدمه. طب ايه الدايناميك ميرور؟ انا هشرحها هنا كده، انت بعد كده بطبق عليها بقى. الدايناميك ميرور هيقول لي ايه؟ بليز سيلكت سكتش لاين تو اور سكتش تو ميرور اباوت، او عايز لاين يميرور عليه، عايز لاين يميرور عليه، فانا هسلكت اللاين ده. طيب عمل ايه كده؟ تعالى غيرت؟ لا، بس هو مفعل الدايناميك ميرور، هو مختارها هو اوريدي. طيب تعالى اختار لاين كده. ايه اللي حصل تحت؟ انا جيت ناحيه تحت؟ لا
صواب يعني ايه؟ بيعمل ميرور لاي لاين بعمله. شايفين يا جماعه معايا ايه اللي بيحصل؟ اه انا رسمت الشكل المعقد ده كله في مفيش عن طريق الايه؟ الدايناميك قفله لي. خلاص؟ يبقى الدايناميك بيعمل ايه؟ بيكرر اي لاين او اي رسمه او اي حاجه بترسمها فوق اللاين زي تحت. ده اسمه الدايناميك ميرور، يعني مع كل كليكايه او كل استبايه بتعملها هو بيعمل ميرور ليه. خلاص؟ واضحه الدايناميك ميرور كده؟ الحمد لله. طيب دي دايناميك ميرور. خلاص هنعيها بقى. طالما هي مش متسلكت كده يبقى ايه؟ يبقى هي مش مفعله معايا. طيب ايه تاني مطلوب مني؟ خلاص عرفنا الدايناميك ميرور. الاكستروجن الميد بلين كام؟ 15 مع درافت 8. ايه الدرافت ده يا جماعه؟ يعني البلان هيجي معايا بميل. طيب هاجي كده ادي الرسمه بتاعتي اهي. اعمل فيتشر اكسترود، هو طبعا مش كل كونتور غير دي، فهو هيسلكت دي اوتوماتيك. طيب اول حاجه هختار من هنا بدل ما هو بلاين هخليه ميد بلين. ميد بلين يعني ايه بلين؟ يعني هيقسم لي الرقم اللي انا هديهوله في الاكستروجن نص تحت ونص فوق. انا عايزه 15 فهخليه 15. ودي اول حاجه. طيب الدرافت بتاعي كام؟ 8. يعني ايه درافت؟ هنشوف كده ايه اللي هيحصل اول ما هعمل درافت. شايفين ايه اللي حصل؟ تاني اهو. ايه اللي حصل؟ نزود الزاويه شويه عشان تشوفوا. نعم. بيبدا من واسع على المسلوب ده. يعني البيز بتاعي كده على مسلوب او العكس، يعني ممكن اخلي الدرجه دي عكس اعمل درافت او اهو يزيد حسب ما الديزاين بتاعك عايز. انتوا مدركين الدرافت دي عشان تتعمل يا جماعه؟ ده موال. الدرافت دي عشان تتعمل بالطرق التقليديه اللي هو انت هتعمل اكس تو وبعد كده تبتدي تقطع بالميل ده كده عشان تشكل الشكل اللي انا عامله ده، انت هتقعد فيها مثلا رباعيه كده دي بس. انت عملتها بكليك واحد. اوكي كده؟ تمام. طبعا هرجع الدرافت تاني 8 وادوس اوكي. كده انا رسمت اول حاجه اللي هي اليد بتاعي. خلاص؟ تمام. ايه الخطوه الثانيه؟ اي حد في حاجه مش واضحه معايا وقفني على طول يا جماعه بدل ما نكمل وبعد كده نرجع تاني. الخطوة الثانية اتعلمنا حاجة اسمها اكسترود اب تو نيكست. اكسترود اب تو نيكست، وايه الفرق بينها وبين اب تو سيرفيس؟ خلاص كده؟ طيب ايه الاثنين دول؟ دول اوبشن في اكسترود. احنا قلنا واحنا شغالين هنبتدي نتعلم واحدة واحدة اوبشنات الاكسترودجن كلها. خلاص؟ بدل ما اقعد اسردها ورا بعض واقعد ادي كلام نظري 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 ووحش دماغك وبعدين في الاخر خالص انا خلص المحاضره ولا هتفتكر اي حاجه. انما لما كل اوبشن استخدمه لك واحنا بنقابلك او بنطبق عليه هتلاقي الموضوع بيثبت وواضح. طيب هظهر انا بقى السكتش بتاعي عشان انا محتاج السنتر لاين اللي انا رسمه ده. هظهره ازاي؟ هقف على سكتش كده واعمله ايه؟ شايفين العين الجميله دي؟ شو كده انا عملت شغل السكتش بتاعي او ظاهر اهو شفناه. طب ده هيفيد بايه؟ هيفيد ان انا لما هاجي اكمل رسمتي بقى انا دلوقتي عايز ارسم الدايره. هرسمها فين بقى؟ على الرايت بلين. على الرايت بلين ولا الفرونت؟ على الرايت بلين. هاجي سلكت كده الرايت بلين واقول له انا عايز اعمل سكتش على الرايت بلين. الناس كده بقى عايز ناس تتخيل معايا. شوف انا برسم، انا يعني متخيل انا برسم فين؟ اهو تاني كده اهو. انا وضعي فين؟ انا برسم هنا يا جماعه، انا برسم هنا. رسمتي هتبقى هنا، يعني ده اللي هيبقى في وشي دلوقتي وادي البارت بتاع اللي انا رسمه. خلاص اهو شايفين اهو انا برسم هنا. هحط ده كده واخليه عمودي عليا، يبقى انا عارف انا برسم فين اهو. ده مش لا مش ملامس للفيس ده، لا ده بينه وبينه الفرق اللي هو اللي احنا شفناه ده. هعمل السيركل بتاعتي اهي واديها الدايمنشن بتاعتي اللي هي كام؟ 12.
ايه كده تاني. بص بص بص، سيركل فين والسيرفس ده فين؟ طيب انا عايز اعمل بقى اكستروجن للهول دي. لو عملت اكستروجن في عندي ايه؟ بلايند. انت عايز تعمل اكستروجن 15 مللي وخلاص وتقف. اوكي ثرو اول، هيبقى ده شكلها، هي بتكمل لحد هنا وتخش جوه وتكمل لحد بره، وهتبقى الجزء اللي انتوا شايفينه ده هيفضل بارز، واظن مش ده اللي احنا عايزينه. اب تو نيكست، بصوا بقى اللي حصل، هي جت على ده في درافت، السيرفس ده في درافت، فهي جت وقفت هنا وبقيتها مكمل تحت على السيرفس الثاني، خد الزاويه، خد الزاويه، شايفين الشكل عامل ازاي؟ اهو. طب نركز كده بقى على اللي هيحصل دلوقتي. انا هخلي اب تو نيكست دي اب تو سيرفس، هيقول لي سيلكت السيرفس، عايزها اب تو انهي سيرفس؟ اختار غالبا يعني هختار اللي فوق. بصوا بقى الفرق، شايفين الفرق؟ شايفين دي فاضيه، فهيطلع الموديل بتاعي الحته دي بتاعته ايه؟ فاضيه، وده مش اللي انا عايزه. عرفتوا بقى الاوبشن ازاي بيحاول بيقربك من الديزاين بتاعك؟ عرفت الفرق بين الحته دي ما بين اب تو نيكست واب تو سيرفس؟ تاني ده اب تو سيرفس، سيلكت السيرفس فوقف عند السيرفس ده. طب اب تو نيكست هيعمل لي اللي انا عايز ايه؟ اوصل له. هخلي الدايره بتاعتي. وميرج ريزلت هيخلي الدايره دي واليد دي حاجه واحده. ماشي. الباشمهندس سامح بيقول اضيف السطح الثاني او السطحين مع بعض. طب نجرب كده. اب تو سيرفس هو مديك كذا سطح او مديك سطح واحد بس؟ اوكي هنضيف السطح الثاني اهو ونضيف الاولين. ما ينفعش معايا يا باشمهندس؟ اهو مش هتنفع تسلك اثنين سيرفس، هو سيرفس واحد. تمام، هي نفس الريزلت، بدل ما كانت تحت هتبقى فوق. تمام وضحت كده خلاص، يبقى نعمل اب تو نيكست ونقول اوكي. عملت انا بقيه اليد اهي الجزء الثاني، فاضل لي الهيد بتاعي، فاضل لي الهيد بتاعي. في اوبشن يعني ممكن تستخدمه، ان انت مجرد ما بتسلكت السكتش يعني هو بيبقى نورمال، او انت هترسم على اي بلان او على اي فيس هو بيبتدي يعمل لك نورمال تو ايه؟ للفيو بتاعك، زي ما انا جيت زي ما انا شغال كده، بيعمل اوتو روتيت الفيو ان هو يبقى نورمال في وشك. بتجيبها من التول واوبشن وسيستم اوبشن وبتكتب سكتش اند اوتو روتيت فيو نورمال تو سكتش بلان. خلاص كده اللي عايز يعملها يبقى ايه؟ طبقها. هنبتدي نرسم بقى الايه؟ الهيد بتاعنا. نرسم الهيد بتاعنا فين؟ على توب بلين. هيبدأ السنتر ما بين الاثنين سيركل 18، فانا هرسم سيركل فين؟ السيركل الثاني هنا كده، وبعدين واحدة بار 13 والثانية 15، دي 13. طب دي بالفاير طبعا هي 26 يعني 13 26. طب انا عايزها بالار، اعمل ايه؟ خلاص انا وافقت، هي دلوقتي فاير 26.9، انا مش عايزها كده. طب اقوم دايس على الدايمنشن دبل كليك، دبل كليك، واضحه دي؟ واخش هنا دي دوت.
حاجة ناكل. ماشي يا جماعة، شايفين دي؟ دي كده أنا بعملها على إنها دايمتر. لا أنا عايز أحولها إيه؟ راديوس. هسلكت إن أنا أعملها راديوس، أدوس أوكي. بقت آر كام؟ بقت آر كام؟ آر 13. طيب ندي الدايمنشن التاني. تمام، إحنا عايزينه كام ده؟ ار 16. 16 حوالي الار. اوكي، المسافة بينهم كام؟ 18. يبقى من السنتر للسنتر اوكي. اوكي طيب، ايه اللي ناقص لي؟ ناقص لي 2 تانجنت. ادي اللاين، انا مش عايزه كوينسنت، انا عايزه تانجنت. هرسمه كده ماشي كده، واللاين التاني هرسمه كده، وهعمل ده كده، وسلكت الدايره بالكنترول، اشيل ايدي يطلع لي تانجنت، فاقول له اعمل لي تانجنت. طيب والتاني ده شكله كده، واقول له ده والدايره اللي مالها تانجنت. خلاص كده انا برنامج ميرور كان عمل لي ده على طول اوتوماتيك تحت تانجنت. بس انا عيد تاني عشان الناس برضه تاخد بقى. تمام، انجن نعدل اللاين بتاعنا، نعمل ده السيركل. خلصت. اشغل ايه بقى؟ اشغل الترن تول. ترن ابتدي اقطع بقى. انا دي مش عايزها، دي مش عايزها، ولا دي ولا دي. من دول معايا اللاين ده، انتوا محتاج حساسية شوية عشان ممكن تقطع حاجة انت محتاجها يعني. كده انا رسمت الشكل بتاعي، خلاص واضحة كده. خد الهيد بتاعتي اهي بنفس الدايمنشن زي ما موجودة عندي. طب ايه بقى تاني؟ هنعمل ستروجن 20 مللي، والدرافت بتاعي تمام. تمام اكسكلوجن طبعا برضو ميد بلين. ها ميد بلين 20، الدرافت بتاعي تمام. خلاص اوكي، ادي الهيد بتاعي واضح كده. ايه تاني؟ هنا بيديك شويه اوبشنات يعني، اللي هو الكيبورد شورت كات. لو دوست على الاف بيبقى انت بتعمل زوم تو فيت، لو دوست على الاف وانت شغال بتعمل زوم تو فيت. يعني ايه؟ يعني لو في جزء من رسمتك مش باين يعني في الشاشه بتاعتك، بتدوس على الاف بيظهر ايه؟ كل الرسمه بتاعتك. لو دوست على الجي بتعمل ماجنيفاي بلس، لو عايز تكبر حاجه معينه يعني، هنا بتحط عدسه مكبره يعني. لو دوست كنترول 7 بتعمل ايزومتريك اورينتيشن. كنترول 8 بيعمل نورمال 2، يعني بيخلي لك البلان اللي انت واقف عليه بيبقى في وشك نورمال 2. السبيس بار اللي هو الاورينتيشن دايلوج اللي انا بعمله من ساعه ما ايه بدات. تعالى نتست كده. اول حاجه عندي انا هكبر كده مثلا وهعمل اف. ماشي كده يا جماعه، اهو تاني اهو رسمتي مش موجوده، هدوس اف هتيجي قدامي. طيب ماجنيفاي، الماجنيفاي مش لازم تبقى يعني هي عندي انا مش شغاله،
عشان ليها تعريف معين مع كارت الشاشه وكده، ايه مش هتبقى شغاله عند كل الناس يعني. خلاص ايه تاني؟ كنترول 7 ايزومتريك فيو، قلبها لي خلال ايزومتريك فيو. كنترول 8 ارجعها بلاقي عمود عليا. طب انا مش عاجبني الفيو ده، عايز اعمل فيو تاني، هدوس على السبيس والف في الريكتانجل ده او الكيوب بتاعي دوت، اشوف انا عايز انهي فيو دي في وشي، مجرد ما سيلكت هيجي في وشي عشان اقدر. تمام نكمل. مفيش ايد زي الاوتوكاد يا باشمهندس عبد الله. علشان تعمل ايه يا باشمهندس؟ عشان تتحرك شمال ويمين يعني، ما انت الماوس بتاعك، الكليك بتاع الماوس بتاعك بيمسك الرسم يعني، هو بيمسك الموديل بتاعك بيمشيه معاك شمال ويمين وبيلففه وبيعمل كل حاجه. قصدي البكره يعني، البكره بتاعت الماوس، البكره بتاعت الماوس بتسلكت بيها البارت يلف معاك يعمل اورينتيشن شمال ويمين وكل حاجه. ماشي كده؟ بيلف. اه تمام. انت مش محتاج يعني تتحرك شمال ويمين في حاجه يعني. ما انت عندك السكتش، هو سكتش بتخلصه وتنقل على اللي بعديه، ما فيش حاجه بتخش في بعضيها يعني. ما فيش سكتشات كتير بتخش في بعضيها زي الاوتوكاد يعني. طيب نكمل. هنستخدم بقى تول او اوبشن جديد اسمه الاوفست. ماشي كده؟ عندي هعمل اوفست ايه 2 مللي، وبعد كده هعمل بلايند كات ويز 2 مللي ثانيين، وبعد كده اوفست فروم ايه سيرفيس كات ويز 5 مللي. طيب خلينا بس ناخد اول ايه اول خطوه، اوفست باوندري. هاجي على السيرفيس بتاعي، تمام هنا اهو. انا دلوقتي عايز اعمل اوفست، بس انا هرسمه فين؟ على السيرفيس ده. هعمل سكتش على السيرفيس ده، سلكته خلاص كده، وابتدي اعمل اوفست من فين؟ من السيرفيس. شايفين الايدج دي؟ هسلكت كده الايدج وريفرس، وهقول له كام يا باشا؟ 2 مللي 2 مللي خلاص كده. لا انا عايز بقيه بقيه الموديل بتاعي. بس عملت ايه؟ اوفست 2 مللي من الايدج دي، وادوس اوكي. ارسم لي الخط ده كده زي ما احنا شايفين. الصوت واضح يا جماعه؟ تمام. تمام. بعد كده بلايند كات ويز 2 مل، هنقطع 2 مل لتحت. فيتشر كات اكسترود، هيبقى هو واخده على طول 2 مل. هيديني الشكل ده. تمام. طيب ايه تاني؟ انا المفروض ارسم عندي ار 9 وار 12 جوه الايه على البيز ديت. ماشي كده. هاجي اقول انا هسلكت السيرفس ده وهشتغل على الدرون ده عليه،
هختار 2 سيرفر واحدة ايه الثانية ايه برضه كام ايه 19 او 9 او 12 أربع ساعات الجماعة دي غالبا يعني طيب دي هي دي مظبوطة بس مش طب مكاننا بس احنا بينهم مش مظبوط كام بس هي غالبا مع نفس السنة تقريبا يعني المفروض أنا أعلم على ده كده كده أنا حطيته في السنتر مش كده يبقى الدايرة دي هتبقى في السنتر بتاع الأرك ده والدايرة التانية هتبقى في السنتر بتاع الأرك التاني الباشمهندس سامح بيسأل في أمر أعمل ميرور بلين ميرور بلين أو في ميرور كوبي بلين وميرور بلين وكريت بلين طبعا في كريت بلين وفي ميرور أباوت بلين مش ميرور بلين يعني البلين اللي أنت هتسلكته ده هميرور عليه هيبقى هو الميرور بلين بتاعي يعني. وكوبي بلين عشان إيه مش فاهم كوبي بلين يعني إيه انا ممكن اخد رسمه من على بلين انقلها بلين تاني لو هو ده قصدك بكلمه كود بلين يعني طيب اكمل ترم هترم اللي في النص اديني الشكل ده هو قايل لي ان انت تعمل كاتكس كود من السيرفس اللي تحت كام؟ 5 مللي تعمل فيتشر كاتكس كود ودي ده اوبشن جديد نركز كده شويه هاجي من تحت اوفست فروم سيرفيس هيقول لي سيلكت السيرفيس هقول له اهو السيرفيس 5 فهو كده عمل كات وجه قبل السيرفيس ده ب 5 مللي وقف طب متأكد هيعمل حاجة اسمها سيكشن فيو يا باشا واضحة كده قال لي ده اللي عملته اهو سبت 5 مللي من تحت ووقفت الكات بتاعي لحد هنا عملتها ازاي عن طريق كات اوفست فروم سيرفيس تاني اهي الفيتشر عشان الناس كلها تشوفها سيلكت طبعا انا بختار الكونتور بتاعي اللي هم الدايرتين دول واوفست فروم سيرفيس يعني هيبقى الفرق بين يعني هعمل سيلكت سيرفيس وهعمل اوفست منه واقف عنده فهو قال لي طب هو فين السيرفيس فانا حددت له السيرفيس اهو وطلع فوقيه 5 مللي تمام كده في حاجة تانية ناقصة اظن انا كده رسمت ايه يعني بقى بعد كده فاضل لي بقى ايه تاني الهول ويزرد فين الهول ويزرد الهول ويزرد عن سيمتريك ترايبل سايز ده انا لو عايز اعمل في اتنين هول يعني عندي واحدة 9 مللي وواحدة 12 مللي تمام نفس الكونسبت اللي احنا مشينا عليه هنعمل هول ويزر بريك سايز تمام
سيمتريك واحدة تسعة كلمة واحدة تسعة تسعة سيلكت الفيس ده، الفيس ده هقف على الأرض كده، هزور السنتر بتاع الفيس هقف عليه خالص، أوكي، أحل الدايرة دي، أختار الدايرة التانية، هي لو الاتنين نفس الدايمنشن ممكن أختار الدايرة التانية، بس كمان دي 9 ودي 12 تقريبا على ما أتذكر. صح؟ فهنعمل ده دلوقتي نفس ال هنعيد تاني نفس القصة دي، مش محتاج ولا إن هي أصلا في الإيه في الأوريجينال. يبقى أنا عملت كده الاتنين هو الوزر ناقص لي الإيه الأراض بتاعتي الفيلت، يعني الفيلت بتاعي هنا 3 مللي عند الفيلت، وفي هنا فيلت 1 مللي في الجزء اللي هو الدراكتد ده، وهنا في ال حوالين اللي هو الراديوس ده والهاند والهيد 2 مللي. خلاص كده يبقى 3 و1 و2. تعالى نشوف كده اول حاجه ده فيلت 3 مللي، شايفين الاوبشنات دي ممكن احاول ايه استخدمهم يعني كده كونكتد تو ايه اند فيس كده جاب لي كله، انا مش عايز كله. انا ممكن استغل دي كده واقول له ده او كده سيلكت الكام انش دول 1 2 3 4 لسه اكمل اللي تحت. طب هو كام؟ 3. كمل انا بقى دول اختار نفس الاوبشن، يبقى انا كده خدت الـ8 انش ماشي كده، 8 ايدج دول هيبقوا كام؟ 3 مللي. في حاجة سلكت مش موجودة، الاتنين اللي ورا المفروض ده مش معانا يا جماعة، ده سلكت فارغ ده مش معانا ولا ده ولا ده ولا ده، تمام كده هما دول كانوا عاملين مشكلة بس اوكي كده خدت كل دول عملهم لي كام؟ عملهم لي 3. طيب الفلت التاني كام؟ 1 اللي هو انهي؟ 1 ولا 2؟ 1 اللي هو المربع ده بقى. نعمل الفلت التاني سلكت ده، هيسلكت كل ده عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان إيه؟ عشان التانجنت بروباجيشن، هو انا عايزه كام؟ 1. هو ده بس لا ده ولا ايه؟ تمام ده الواحد بعدين اخر فلت معايا اللي هو ممكن اسالكت السيرفس كله كده، هو اوريدي هياخد كل ايه شايف هو خد ده خد كونكشن ده طبعا مش هتعمل فيه فهو مش هياخد كام يا باشا؟ 2 مللي. تمام تمام وانا بمسح بقى الهايت بقى الدرون ده كده عشان مسحبش بقى كويس بقى ده الشكل بتاعه افنش تمام كده تمام صعبة؟ صعبة؟ يعني في كمان عندنا هنا في أراضي نقص هيد كمان الهيد بقر واحد برضه نرجع تاني
في عندي الار واحد دي اللي هي دي صح ولا دي اتنين؟ لا دي واحد، هي دي الار واحد. هنقل السكتش وهسيب لفت مع دول ده اللي هو دي ار واحد زي ما انا عايز. عايز اعمل اللي جوه اوكي. هو طبعا انا التزم بالرسمه. خلاص كده يا جماعه، الساعه كام بقى دلوقتي؟ احنا كده خلصنا المفروض النهارده. ايوه هندسه باشمهندس سامعني؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام والله الحمد لله تمام زي الفل. يا رب دايما بخير. هو معلش انا فتحت متاخر شويه، كنت على سفر لسه واصل وفتحت متاخر شويه. الجزء اللي هو اللي فيه اكسترود كات، احنا ازاي رسمنا انا 3 دي تمام، بس ازاي رسمنا الدواير دي جوه ال جوه 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 الهيد بتاعت الاوبجكت اللي كان معانا من شويه؟ ازاي رسمنا الدواير جوه الهيد؟ انهي خطوه بالظبط؟ يعني معاك وانت خليك معايا. يعني ممكن نراجع مع بعض بسرعه، بس هو الهيد ده وال كده تمام، وكان في الاوبجكت الثاني اللي هو يعني احنا الرود ده اترسم لوحده، وال والاوبجكت اللي في الاخر ده اترسم لوحده. تمام تمام يعني ده ريكتانجلر لوحده واتعمل له كسترود لوحده. ريكتانجلر وبعدين عملنا له كسترود وعاملين سنتر لاين، المسافه ما بين اخر الريكتانجلر والاورجن والاورينت والاورجن بتاعنا 220. اوكي كده خلصت الرسم وعملت له كسترود. تمام تمام يا شمس. عملت له اكسبلود ازاي؟ عملت له اكسبلود ميد بلين وديته بدرافت 8. عملت له اكسبلود ميد بلين معايا تمام، وديته 15 ميد تمام. بلين اكسبلوجن 15 مللي والدرافت بتاعه 8 ديجري اهو، واخد بالك؟ تمام مش عادل، مش اكسبلوجن عادل، هو واخد زاويه كده 8 واخد هنا زاويه 8. اوكي تمام. دي خطوه كويسه ما خدتش بالي منها. مش كده؟ دي الدرافت. تمام طيب والخطوه الثانيه؟ كده خلاص تمام تمام الاكسبلوجن بتاع اول يد. ماشي يا باشا، هننزل بقى الخطوه اللي بعديها بتاعت الرد. تمام. طيب الرد اتعمل ازاي؟ الرد انا جيت عند الرايت بلين. ماشي كده عند الرايت بلين اهو، وقمت راسم في الاوريجن دايره، بس في الاوريجن دايره واضحه كده. ايوه بص الدايره ده الرايت بلين. الرايت بلين تمام الدايره هنا وخلصت. وبعدين قلت له اعمل لي اكسترويجن للدايره دي، بس مش اكسترويجن وخلاص. قلت له اكسترويجن ايه؟ اب تو نيكست. اب تو نيكست ليه؟ علشان يديني الشكل ده تقطع مع مع اثنين بلين مع الاثنين فيس تو. ماشي كده تمام تمام تمام. لو عملت اي اوبشن تاني مش هيديني تمام يا باشمهندس، مش هيديني النتيجه دي. خلاص تمام. بعد كده تمام عملت تمام. عملت بقى جيت على التوب بلين اللي انا راسم عليه اصلا اليد دي، وقمت عامل ايه؟ قمت راسم الايه؟ الشكل ده اهو، شايف انت اللي بره ده الكنترول الخارجي ده. تمام. رسمت دايرتين وعملت اثنين لاين تانجنت ما بينهم، والمسافه بين الاثنين سنتر ما بينهم 18، وادي الار 13 والثانيه 16. هسيبهم لك على جنب كده عشان انا عارف دول هيلعبوا شويه، هعمل كده اهو سريع. هنحول سنتر لاين اهو، هنحوله سنتر لاين وهرسم سيركل من هنا اهي. مش لازم تبقى نفس الدايمنشن يعني، بس انا هحكي لك شويه الموضوع يعني. تمام تمام. هعمل اثنين لاين هاخدهم كده
لو حد فاكر معايا المره اللي فاتت انا كنت بعمل فيه طريقه تكنيك للرسم، يا اما دراج كليك تو كليك او كده، وفي ايه كليك تو دراج. ايوه تمام تمام فانا خلاص عملت الاثنين لاين بالشكل ده كده، هقوم جاي مسلكت اللاين ده وعامله وسلكت الدايره دي واقول له الاثنين دول مالهم تانجنت، هينزل لي اللاين ده تانجنت، وهسلكت اللاين تاني وسلكت الدايره الثانيه في ارك كده احنا زياده خلاص كده، دول الاثنين اللي مسلكهم اهو، وهقول له الاثنين دول مالهم تانجنت كده، انا عملت الاثنين دول تانجنت. تمام نفس القصه الناحيه الثانيه، سلكت اللاين والسيركل وخليه تانجنت، سلكت اللاين والسيركل واخليهم تانجنت، اوكيشن اوكيشن، وابتدي اعمل تريماتي اهي. ده عايز على فكره، ده عايز اكستند. ده بص شايف ده عامل ازاي؟ عايز يطول شويه، عايز يطول شويه. هنرجع له بقى نعمل اكستند بدل ايه، بدل ما نعمل تريم يعني، بس نخلص الايه تريمات كلها كده كده كده. شايف هو عمل ليه كده؟ عشان اللاين بتاعي فيه مشكله. اعمل كنترول زد للحته دي بس، وهبتدي اعمل اختار بدل تريم ايه؟ اكستند اكستند، وهاجي عند نهايه اللاين ده كده واعلم عليه واقول له اكستند. هو كده عمل ايه؟ اكستند اللاين عشان يبقى تانجنت كده، لما هاجي اقطع هيقطع صح اهو، هيقطع لحد نهايه، لان في تقاطع ما بين الارك واللاين دلوقتي، بس عمل لي دايره بقى بالشكل ده. طبعا ده مش مظبوط يعني، انا لسه ما جبتش دايمنشن. تمام 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 خلاص كده تمام. وبعدين اكسترود. وبعد كده اكسترود نفس القصه، 20 مللي ميد بلين مع درافت. تمام. 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 درافت 8 ديجري. وسكرول 20 مللي. اوكي. بعد كده كات سكرول. دي اللي انت عايزها صح؟ ايوه. طيب دي اتعملت ازاي؟ دي انا جيت على الايدج وقمت عامل اوف سيت. اهو. انا فتحت السكتش تاني اهو. تمام. شايف انت علامه الاثنين دي؟ ده اوف سيت 2 مللي. تمام. اعمل لك واحده 5 مللي عشان تشوفها مثلا. شايف الاوفسيت اهي؟ هو اهي اوفسيت انتيتيز، هسلك وهسلكت الايدج على طول من غير ما اعمل كونفرت ولا اي حاجه. سلكت ده هو شايف هو عمل الخط الاصفر فين؟ بره. انا عايزه بره زي ما انت عايز، بس احنا مش عايزينه هنا بره، احنا عايزينه جوه. فهنريفرس، هنعمل ايه؟ ريفرس. شايف ريفرس دي؟ هنريفرس. طبعا هو واقف على الاثنين. تمام. هو انا عامل له على اثنين، فخليه خمسه عشان يبقى باين ليكم شويه. هو ده الجديد اهو. تمام تمام تمام. طب انا عايز دي بس، عايز الارك ده بس، لا انا عايز الباقي كله، فهاجي سيلكت الباقي كده، هكمله لي وهسلكت دي كده، هكمله لي وهسلكت ده كده، فعمل لي اوفست خمسه. تمام. خمسه اللي هو جوه، لو دوست اوكي هيعمل لي اوفست خمسه وهيديني نفس العلامه دي، بس هتبقى خمسه، بس هيلخبط في الرسمه. تمام. اوكي كده؟ تمام. يبقى انا كده عملت الاوفست بتاعي او الاثنين عن طريق انا سلكت الايدج، سلكت بقيه الايدج، بقيه الايدج وعملت ده ايه؟ اثنين. كده انا عملت الاوفست. بعد ما عملت الاوفست كسكتش عملت له كات عادي خالص بلايند 2 مللي لتحت اهو. انزل انزل من هنا كده، اقطع الكونتور ده اللي انا رسمه 2 مللي لتحت. واضحه كده يا جماعه؟ واضحه كده يا هندسه؟ ايوه تمام يا شمس. بس بعد كده
هعمل نفس القصه، هرسم دايرتين بنفس الكونسبت بتاع الدايرتين اللي في الاول، بس ما فيهمش تانجنت معايا ولا ايه؟ ايوه باشمهندس تمام. خلاص هسيبهم ياخدوا نفس الشكل ده كده، وهترمي اللي ما بينهم في النص ماشي كده، واعمل اكسترود كات. بس المره دي اكسترود كات فين؟ باوبشن جديد جوه البلين الجديد. جوه البلين الجديد. جوه البلين الجديد بس قبل 5 مللي من السيرفس اللي تحت. ايه اسمها ايه؟ اوفست فروم سيرفس. يعني اوفست فروم سيرفس هنا اعمل ايه؟ هسلكت البلين اللي تحت معايا كده. تمام. وهقول له اوفست فروم السيرفس ده، يعني قبل السيرفس ده ب 5 مللي توقف القط بتاعك. يعني تديني لحميه تحت كام؟ 5 مللي. 5 مللي. خلاص هي اللي تحت دي اللي انت شايفها ما بين الاصفر ومن اللون الثاني الخلفي. تمام تمام يا باشمهندس، هي دي النقطة اللي كنت هيقف من هنا لهنا. يعني هو هيسيب ده كله لحمية، كل اللي واخد فيه أصفر ده، ده كله قطع. لحد هنا كده. هيقف لحد هنا. تمام؟ تمام يا باشمهندس. ندوس أوكي، قطع هو كده خلاص. بعد كده تعمل هول ويزر بتاعتي بقى هي عادي. اللي هو الاثنين هول، أدي واحدة. تمام تمام تمام. هي دي النقطة اللي كانت ماشي، وادي الثانية، وبعدين هعمل الفيلد بتاعي بقى. ثلاثة فيلد العاديين. بس كده بخلص. تمام تمام يا باشمهندس تمام. ماشي يا باشمهندس. لو في أي حاجة تانية أنا معاك. تمام، متشكر جدا لحضرتك. ماشي شكرا. ماشي ماشي يا باشمهندس. شكرا. يا جماعة أي استفسار تاني؟ طيب يا جماعة أشكركم، وأنا موجود معاكم إن شاء الله المحاضرة الجاية نقدر نرد على أي استفسار تاني. الناس هتفتح على الإكسرسايز وتحاول تحله كده زي ما نمشي معاه ستيب باي ستيب. معاكم البارت ونتابع خطوات الإكسرسايز، إن شاء الله كله يقدر يحله ويوصل لنفس لنفس الوقت. تمام؟ تمام يا باشمهندس، ألف شكر لحضرتك. شكرا لحضرتك يا جماعه، واتمنى اكون فدتكم النهارده.